حلقة جديدة من برنامجكم تركيلة في الويب على قناتكم شبابية توب تيفي. كنقدم لكم آخر ما كيدور في الإنترنت في المغرب وبرا المغرب. نبداو مع المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم واللي كيلعب كأس إفريقيا في رواندا. الفريق الوطني قضى على الأمال ديالو في التأهل فاش خسر قدام كوت ديفوار بواحد لزيرو من بعد ما تعادل في الماتش الأول ضد الكابون. ودابا عندنا غير نقطة واحدة وباقي غير ماتش واحد. ودابا إلا بغينا نتأهلو عطيني كالكولاتريس خصنا نربحو رواندا في البلاد ديالهم قدام الجمهور ديالهم وتولي عندنا 4 نقط. رواندا اللي رابحة 2 ماتشات وفرقة مزيانة عندهم 6 ديال النقط وتأهلو ديجا لربع النهائي. والكابون اللي عندهم نقطة واحدة خاصهم يربحوا أو يتعادلوا مع الكوت ديفوار اللي عندها 3 نقط، وهادشي يقدروا يتقادوا في النقط تولي عندنا 4 نقط حنا والكوت ديفوار 4 نقط، وعاد ديك الساعة نشوفوا الحسابات شحال ماركيتي عليا وشحال ماركيتي نتايا. وبحال ديما كنحتاجوا معجزة باش نتأهلوا بشي حسابات واللي عمرنا ما تأهلنا بهذا الطريق. هادشي الا ربحنا اصلا، اما حنا فرقه ضعيفه وبان ما كاينش انسجام ما بين الدفاع والهجوم ووسط الميدان، وبان ضعف الجاهزيه البدنيه واللعابه سخفوا في الدوزيام ميد وما قادينش يديروا اكثر من 3 المحاولات في ماتش كامل. ومباشره بعد الهزيمه بداو المغاربه كينتقدوا المنتخب في الفيسبوك، كاين اللي كيقول ان الميزانيه كبيره تخسرات وتوفرات جميع الشروط ولكن النتيجه كانت مخيبه. ومن بعد اكثر من عام هو مدرب ديال المنتخب كيجي محمد فاخر من بعد الهزيمه وكيصرح البي ان سبور هذا لوشان يخلي كل بلد وكل منتخب وكل بلد يدير تقييم دقيق وواحد التشخيص اللي يشوف اشنو هو اللي كينقصوه بارابور بالنسبه للفوتبول افريكان. وكيقول ان خصنا نديروا تقييم وتشخيص للمنتخب. علاش شنو كنتي كدير بشحال هذا؟ نمشيو دابا نشوفوا الخبر اللي داو عليه كاع الجرائد الالكترونيه في المغرب وفرنسا. المصور المغربيه ليلى العلمي واللي ماتت في هجوم ارهابي في بوركينا فاسو، كانت في واحد الاوتيل في اوغادوغو فاش وقع واحد الهجوم ارهابي وجاو فيها 2 قرطاسات. هذا الحادث ماتوا فيه 30 واحد وليلى بقات في الطبيب كيحاولوا يعالجوها حتى ماتت نهار 2 بسكته قلبيه. ليلى هي من القلائد المصوره اللي قدرت انها تخلي بصمه في التغطيه ديال القضايا الانسانيه، وكانت في مهمه في بوركينا فاسو لصالح منظمه العفو الدوليه. ومن بعد فتحت وزاره الخارجيه الفرنسيه تحقيق باش يعرفوا شنو طرا. ودابا نخليكم مع ابرز التصاور اللي دارتهم ليلى العلم. الكليب جديد ديال حاتم عمور الاول وصل ل 2 مليون و700 الف مشاهده في 9 ايام، ورجع هو الاول في لي فيديو بوبولير دي مومون وما انا الاول واحب المركز الاول انا الاول والارض غير بالاول. هادشي كامل يقدر يكون عادي، ولكن اللي زوينه هي كريستيانو رونالدو دار ريجام في انستغرام. انس اوزيفي اللي هو وكيل اللاعبين في العالم العربي وصديق كريستيانو رونالدو دار عنده الاغنيه في الانستغرام وكليك عليها جام كريستيانو رونالدو، هادشي اللي فاجئ الجميع وتحدثوا عليها في المنابر الاعلاميه العربيه، وهذا شيء مشرف جدا كونه يعمل جام الاغنيه ديال واحد الفنان عربي او مغربي. هادشي كامل وحاتم عمور ما منعش من الانتقادات وقالوا ليه انه قلد الكليب ديال المعلم ديال سعد المجر، الطريقه ديال التصوير وسيناريو الكليب واسم الاغنيه. دابا نمشيو نشوفوا واحد الفيديو من القناه ديال اليوتيوب ديال الاذاعه الخاصه اترادي. هذا الفيديو دار لو بوز وكاع لي باج ديال المغرب بارطاجاه. المنشط مومو دار واحد الحوار مع المغنيه جميله وتما فجات لا راديو عجبته واحد التقني خدام في اترادي، ومن بعد هما يعيطوا ليها مباشره والسيد بقى كيحبها. صباح الخير جميله. صباح النور. انا بعدا فرحان بزاف، الله يبارك فيك. انا يا فرحان بزاف حيت قبلتي تهضري معايا اون ديريكت في لو مورنينغ دو مومو. مرحبا. ومنين جيتي لليميسيون عند مومو هنايا، منين دخلتي كنتي طالعه في الدروج الى عقلتي طالعه في الدروج ودخلتي عند مومو وانا شفتك من تما ما بقيتش عقل على راسي كاع سانسيرمون. وتصابت حتى هي كتبغي ولكن بحال انا تنقول لك مباشره وبزاف الناس اكثر من 2 مليون ديال الناس كيسمعونا دابا اون ديريكت راكي زوينه وانا كنبغيك بزاف كنعلن على الحب ديالي مباشره. شكرا بزاف. انا كنبغيك ولكن بحال
ديال خويا. فيديو اخر اللي دار البنز وانتشر في كاع لي باج في المغرب وفي فيسبوك وفي يوتيوب فين ما مشيتي كتلقى واحد الشفار محترف كيسرق 800 درهم بواحد الطريقه ذكيه ومخادعه. كيفاش كيدير؟ نشوفوا الفيديو. كمل لك الحساب بحال ما كاين والو. هكا 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 كذا. زيد 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 فهمتي. هو كيحسب دابا كيحسب. شوفوا نفس الهزه ديال اليد في الفيديو الاخر نفس باش يديرونجيكو باش يقبط هو يشد سميتو مزيان. ها نتوما لاحظوا ها شو كيدوي معاك. شوف كيفاش كيقلب يدو. ها انت كيهضر معاك بحال هكا. 800 درهم مشات بالصحه والراحه. ومن بعد ما تنشر الفيديو بانوا بزاف ديال الناس اللي تنصب عليهم بنفس الطريقه. حداو راسكم. من بعد مول الكاسكيطة ومول النظر بانت واحد الشخصية جديدة في الانترنت في المغرب واللي هي مول شكار. هاد الشخصية كتنتقد الأحداث اللي طارية في المغرب وداكشي اللي ما عاجبوش طريقته الخاصة واللي هي الأغاني. ولد حي الشعبان نعبر ونحكار على بعض الوزراء اللي سرقوا لي بلادي. كنكرههم بزاف منهم ما غاديش نخاف من اللي صوتت عليه طلع البرلمان وهمني. وزيرة كتخدمي على المواطنين تكذبي 22 ساعة في الماك يا جرك حصلتي جفرانك أفيلة لاي داير أزمة في بلادي. من مسألة الحلقة ديال اليوم بغيت نشكركم بزاف المتابعين ديال طوب تيفي. كنشكركم بزاف حيتاش نتوما ديما متابعينا. وبغيت نقول لكم واحد الخبر كيفرح. هي لاشين ديالنا في اليوتيوب رجعت فيريف يعني موثق اقبل لاباج ديالنا في الفيسبوك حتى. المهم بلا ما ننسيكم ما تنساوش ديروا جيميل الفيديو في اليوتيوب وتخليو لنا التعليقات والاراء ديالكم وديروا سبسكرايب لاشين ديالنا في اليوتيوب ولايك لاباج ديالنا في الفيسبوك. نتلاقاو السيمانه الجايه مع حلقه جديده ومواضيع جداد ديال لوبوس انترنت. السلام عليكم.